واضح أن الأسلوب أيضا فيه اختلاف، لأنه لست أدري معي أم لا رضوان، سيمون مثلا ذكرنا نسبيا بأسلوب مانويل نوير، بمعنى أنه يلعب متقدم نسبيا، يلعب بالرجليه أكثر، يلعب كأنه في شكل ليبرو في المباراة. بالضبط، الحقيقة سيمون حارس ممتاز خاصة على مستوى بناء اللعب، لأنه نعرف طريقة لعب لويس إنريكي تعتمد على بناء اللعب من الخلف، يكون هو اللاعب رقم واحد. حارس مرمى عنده ردة فعل ممتازة، شفناه في أكثر من مرة حتى في الانفرادات في الكرات الهوائية، حارس مميز. ولا ننسى أن الحارس صغير يعني في السن وأمامه مستقبل كبير، مع نشوفه يعني شكون على بنك الاحتياط أو على دكة الاحتياط مع هذا الحارس. مش بالسهل انك تخلي يعني ديخية على بنك الاحتياط وتعتمد على سيمون، بالرغم من ارتكابه لبعض الاخطاء، لكن يظل حارس ممتاز واظهر علو كعبه في اكثر من مناسبة في هذه المسابقة.